دخل على النبي صلى الله عليه وسلم قال جاء أبو بكر نعم رضي الله تعالى عنه وأرضاه، قال إذن له وبشره بالجنة، إذن له وبشره بالجنة. الله، بشره سيدنا أبو موسى الأشعري، تفضل. دخل مباشرة سيد الشيخ عبد الله سراج الدين عم يتكلم عن اقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم بأقواله وأفعاله من غير تريث، من غير والله بحث في ما الحكمة من هذا، كل العلاك إيمه على جنب، تقتدي برسول الله صلى الله عليه وسلم، فلو ربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. قال نظر سيدنا الصديق معي، أنت يا أبا هند خليك معي لا تغمض عيونك، دخل نظر فوجد النبي صلى الله عليه وسلم جلس على حافة البئر ودل رجليه في البئر وكشف عن ساقيه. الصديق من غير سؤال ما قال له إلا بعض العلاكين، وليش أنت قاعد هون يا رسول الله وليش مكشف ساقيك؟ لك يا دب يا بهيم، رسول الله صلى الله عليه وسلم يسأل لماذا؟ خلاص كشف عن ساقيه الصديق رضي الله تعالى عنه وجلس على حافة البئر ودل رجليه في البئر. الله أكبر، كما صنع النبي عليه السلام.